الله علق الصيام بشيء ظاهر يراه المتعلم والعامي والحضري والبدوي، وأمر ظاهر وهو الهلال، رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوم، هذا كل يعرفه. والأحكام الشرعية ما تعلق بالأمور الخفية، إنما تعلق بالأمور الظاهرة. فالصلاة طلوع الفجر، زوال الشمس، الظل إذا تساوى مع الشاخص العصر، غروب الشمس، غروب الشفق الأحمر، هذه علامات ظاهرة يراها كل مسلم. أما الحساب هذا أمر خفي، وأيضا هو مظنة الخطأ، أنه عمل بشري. الله علق عباداتنا بأمور ظاهرة يراها الناس، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا. إذا رؤي الهلال هل يلزم الناس كلهم على وجه الأرض أن يصوموا إذا رآه بعضهم في أي مكان؟ يلزم الأمة جميعاً أن تصوم في كل الأرض، أو يجب على أهل الإقليم الذي رؤي فيه الهلال؟ وكل قوم لهم رؤيته، هذا القول الثاني وهو الصحيح، أنه لا يجب الصيام على كل الناس لأن هذا فيه كلفة، ولكن يصوم أهل الإقليم، لأن المطالع تختلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تختلف المطالع باتفاق أهل الملة، تختلف المطالع، يطلع الهلال عندنا قبل أهل الهلال يطلع عندنا قبل أهل المغرب، اختلاف المطالع. فلكل قوم رؤيتهم، فإذا رؤي الهلال في إقليم وجب على أهل ذلك الإقليم كلهم أن يصوم، وأهل الإقليم الثاني يجب عليهم الصيام برؤيتهم إذا رأوه، وهكذا. هذا هو القول الثاني في المسألة وهو الصحيح، لا يسع الناس إلا هذا. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم، إذا رؤي الهلال يجب الصيام على أهل الإقليم الذين رؤي فيهم الهلال. الإقليم الثاني الذي يختلف مطلعه عن هذا المطلع يصومون إذا رأوه هم، ولو تأخر بعضهم عن بعض. بعض الناس يقول لا، خلوا المسلمين يصومون جميع، ما هو بلازم، هذا كلام المسلمين كل يصوم برؤية الهلال، برؤية بلده، برؤية بلده وإقليمه، هذا هو اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وعلى من حال دونهم ودون، هذه الحالة الأولى إذا رؤي الهلال يصام عليه. حالة الثانية إذا ما رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان، ما رؤي الهلال نصبح مفطرين، نكمل الشهر 30 يوما، إن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، هذا هو القول الصحيح. القول الثاني أن هذا يوم شك، يوم 30 يوم شك، فيجب الصوم احتياطا، وهذا فيه نظر.
هذا في نظر هذا القول. لا، يوم الشك ما يصام. قال في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يصام يوم الشك، بل يكمل الشهر 30 يوما. إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان. الغيم هو معروف، هو السحاب، والقتر هو الغبار الذي يكون على الأفق ولا يرى الهلال. نعم. ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. لا، هذا ما هو بالصحيح. الصحيح أنه ما يجوز صيام يوم الشك، يصبحون مفطرين ويكملون شعبان 30 يوما. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأكملوا شعبان 30 يوما. نعم. ويجزئ إن ظهر منه. قال: ويجزئ، يجزئ يوم الشك عن رمضان إذا ظهر أنه منه، إذا ظهر أنه من رمضان. تبين لنا بعدين أنه من رمضان، حنا صمنا وحنا ما جزمنا أنه من رمضان، صمنا شك. أنا دل يقول يجزي على أنه من رمضان حتى مع الشك. هذا فيه نظر. الله ريحنا، ما نصوم، نفطر، وإذا كملنا 30 نصوم. نعم. وتصلى التراويح، تصلى التراويح ليلة الشك، ليلة 30 من شعبان، باعتبار أنه من رمضان. هذا على القول بأنه من رمضان، والصحيح أنه ليس من رمضان. لا تصلى التراويح ولا يصام في يوم الشك، هذا هو الصحيح. نعم. ولا تثبت بقية الأحكام، لا تثبت بقية أحكام الشرع، إنما قيل للصيام والتراويح احتياطاً، ما أحكام بقية أحكام الشهر فلا تثبت، وهذا مما يضعف هذا القول. نعم. فإذا مثلا كان لك دين مؤجل بنهاية شعبان، صار ليلة شك، يحل الدين ولا ما يحل؟ يقول: لا، ما يحل الدين. طيب، إذا صار الدين ما يحل، كيف إنه يحل الصيام؟ نعم، هذا من التناقض. نعم. كوقوع الطلاق، إذا علق الطلاق من المسائل، إذا علق الطلاق على نهاية شعبان وصار ليلة 30 شك، هل تطلق زوجته أو لا تطلق؟ يقول: لا، ما تطلق، الأصل بقاء النكاح، لا تطلق مع الشك الطلاق، وهذا مما يضعف هذا القول. نعم. والعتق، العتق إذا أعتق، علق عتق عبده على نهاية شعبان وصار شك، ما يقع العتق مع الشك، الأصل بقى الرق، ما يعلق عليه غير الصيام فقط، يقول احتياطا. الحمد لله، الاحتياط في ترك الصيام. نعم.